فإذا أردت أنت أن تحقق التوكل في قلبك، أولا تستشير. يعني مثلا أنت تريد أن تشتري أرض، تستشير أهل الخبرة، تستشير الذين يعملون في هذا القطاع، تستشير الناس الذين حولك، تذهب إلى الحي الذي أنت فيه، تنظر من هم جيرانك، تستشير، تكثر الاستشارة. هذا قبل الفعل. بعد أن تستشير تستخير، تستخير الله. ما هي الاستخارة؟ هذا الدعاء العظيم. وتأمل معي ما أروع هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أنت العالم يا ربي، وأنا أستخيرك، يعني أبغاك تختار لي ما هو خير، وأستقدرك بقدرتك، أنت قدير على كل شيء، أريد عونك لي يا الله، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في شرائي لتلك الأرض وتسميها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، بارك لي في هذه البيعة وهذا الشراء. وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفها عني واصرفني عنها، واقدر لي الخير حيث كان، انتبه، ثم رضني به. إذا أنت فعلا وكلت الله، ارضى بما يقسم الله لك. إن كان فيها خير سيأتي بها الله، وإن لم يكن بها خير لن يأتي بها الله. طب ما أتى بها الله؟ مثلا تعطلت البيعة، أو اعتذر صاحب الحلال، أو مثلا دخل زبون في الطريق. لا تبحث، ارضى خلاص، هذا علامة لك من الله عز وجل إن هذا الأمر ما هو طيب. أردت أن تنكح فلانة فحيل بينك وبينها وأنت استخرت وفعلت الأسباب، اتركها. أردت أنك تسافر سفرة ما وفعلت الأسباب واستخرت ثم لم تتعطر سيارتك ولا تسافر، خلاص هذه علامة لك من الله. الله عز وجل يعطيك علامة، يصرفك، يعني يقذف في قلبك كره هذا الشيء وحب هذا الشيء. فإذا أنت أبيت وأبيت وأبيت، عندها يكلك الله إلى نفسك، خلاص أنا اخترت لك وأنت ما اخترت اللي تبغاه، روح. لا أنسى امرأة وقعت ابنتها من الطابق العلوي إلى السفلي، فدخلت في غيبوبة، فكانت تقول: اللهم رد لي ابنتي. كانت أختها تقول: قولي اللهم ردها إن كان في ذلك خير لي ولها. قالت: لا، أبغى يردها حتى لو لم يكن فيها خير لي ولا لها. واستمرت بهذا الطلب من تعلقها بابنتها. فلما شفى الله ابنتها وسلمت، إذا بالبنت الآن تعيش لديها تخلف ذهني ولديها شراسة، حتى إن الأمة الآن تقول: يا ليتني قلت إن كان في ذلك خير لي. وكلوا الله يا إخواني، فوضوا الأمور إلى الله، استخر، افعل الأسباب، ثم إذا فعلت الأسباب انتبه، اتقنها غاية الإتقان. انتبه، دي كلمة مهمة، اتقنها غاية الإتقان، يعني أحسن إتقان، لكن لا تتعلق فيها. مثلا أنت تريد تسوي عملية، فتذهب إلى، قالوا لك والله المستشفى الفلاني والطبيب الفلاني وهذولا عندهم خبرة، خلاص الآن هذا بين الأسباب، ذهبت إلى هناك، التعلق بمن؟ لله وليس بالطبيب. لأن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فالله ينظر إلى قلبك، أنت متوكل على الطبيب ولا على رب الطبيب؟ فالسبب لا تتعلق فيه، اتقنه لكن لا تتعلق فيه، وقس على هذا في كل حياتك. إذا أنت عملت هذا الأمر فقد أديت الذي عليك. وإذا فوضت الله عز وجل، اعلم أن الله يقول لك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأحسنوا ظنكم بالله وابذلوا الأسباب على أكمل حال، وأبشروا بالخير من الله. طيب، من أجل أن نرسخ مفهوم التوكل، سنأخذ مثال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرسخ في ذهنك وتطبقه في حياتك. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، قبل أن يهاجر حدث له أمر عظيم، وهو المعراج. عرج الله به من مكة إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى،
في ليلة وأعاده في نفس الليلة. إذن الآن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يؤمن أن الله قادر على أن يذهب به إلى المدينة في طرفة عين، أليس كذلك؟ فهو عارف بربه ويعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن مع ذلك لما أراد أن يهاجر ماذا فعل؟ علمنا كبشر، لأنه هو بشر مثلنا، علمنا كيف نتوكل. أولا قام بفعل الأسباب، وهذا التوكل أول شيء تعمل فعل الأسباب. قبل أن تبدأ بفعل الأسباب تبدأ بالاستشارة، قام يستشير، استشير أصحابه أين الطريق الجيد، أين كيف نفعل، من أراد أن يصل إلى المدينة كيف يحصل على دليل، بدأ يستشير. ثم بعد ذلك بعد أن استشار وحقق ما يريده من معلومات انطلق إلى غار ثور، لأنه يعرف أن الناس لن يتركونه يهاجر ويريدون أن يقتلوه، بل قد وضعوا جائزة لمن يحضر محمدا صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 من الإبل. 100 من الإبل في ذلك الوقت تعدل شيء عظيم، ملايين، فهي جائزة مغرية. من أجل ذلك ماذا فعل؟ أولا قبل كل شيء أشترى من أبي بكر راحلتين وجلسوا يعلفونها 3 أشهر من أجل أن تكون قوية سمينة تستطيع أن تتحمل السفر وسريعة. وبعد ذلك انطلقوا إلى غار ثور، وغار ثور عبارة عن جبل ثور، هذا جبل كبير وفيه مجموعة من الغيران وليس غار واحد، والذي يبحث عن أحد فيه سوف يأخذ وقت طويل من أجل أن يصل، يعني يمضي الشخص الذي تبحث عنه يهرب منك. وجلس هناك فترة من الزمن، كانت أسماء بنت أبي بكر تحضر لهم الزاد، وكانت إذا مشت يمشي خلفها الغنم من أجل أن يمسحوا أثرها، فتحضر له الأكل فيأكلون زادهم ثم ترجع أسماء. والناس علموا بأن رسول الله ليس بموجود، فبدأوا يبحثون عنه في كل مكان، بل إنهم وصلوا إلى نفس الجبل ووقفوا على نفس الغار، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس لا يتحرك هو وأبو بكر، حتى إن أبا بكر يقول يا رسول الله لو اطلع أحدهم على موضع قدمه لرآنا، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما، خليك واثق بربك يا أبا بكر. ويجلس هذه الفترة كلها، فلما خف الطلب عليه ينطلق. بالعادة الذين يذهبون إلى المدينة يسلكون طريقا معينا بين الجبال، هو سلك طريق آخر عبر الساحل وهو أطول وفي وقت حر، ما يستطيع الناس لا يذهبون إليه في هذا الوقت من أجل أن يبعد عن أبصارهم وأذهانهم أنه مهاجر. ثم بعد ذلك ينطلق مستعينا برجل من المشركين يعرف الطريق. هذه كلها أسباب، لماذا فعل هذه الأسباب كلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أجل أن يتقن العمل. ثم انطلق ووصل إلى المدينة وسلم من المشركين، حتى إن سراقة أدركه في الطريق، وكان كلما أقبل عليه تغوص خيله بالأرض. ثم بعد ذلك يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب ويقول يا سراقة ما بالك إذا لبست سواري كسرى. شوف الثقة يا أخوان، هذا مطارد الآن، والذي يطرد خلفه لو مسكه سراقة لقتله، ومع ذلك لأنه واثق بوعد الله وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون يواعده بسواري كسرى التي ستتحقق ولو بعد حين. هذا الحدث أنا قبل ما أقصه لك قلت لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عرج به إلى السماء، فهو يعلم أنه يصل إلى المدينة بطرفة عين، لكن بذل كل هذه الأسباب وأتقنها غاية الإتقان، لأن هذا هو التوكل.